ماذا نقرا في الدعاء الثالث من ادعيه الصحيفه السجاديه الكامله دعاء الصلاه على حمله العرش وكل ملك مقرب الدعاء الثالث من ادعيه الصحيفه السجاديه الكامله التي كتبها امامنا السجاد بخط يده الدعاء يذكر الملائكه العظام ويذكر جمله من اصنافهم ومراتبهم وقبائلهم الى ان يقول هو يصلي على الملائكه وملك الموت واعوانه يعني من انني اصلي على ملك الموت واعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور هذا من عظماء الملائكه وسيلته هذا من عظماء الملائكه لذا جاء معدودا في قائمه الملائكه المقربين فالدعاء خاص بهم الدعاء خاص بحمله العرش والملائكه المقربين ما هي وظيفته انه فتان القبور فتان القبور هو الذي يغربل القبور قطعا حينما نقول هو الذي يغربل القبور يغربل سكانها فالفتان هو المنقي هو المصفي هو المغربل هذه صوره مما يجري فيما بعد الموت القضية لا تقف عند ملك الموت واعوانه ولا تقف عند منكر ونكير هناك رومان فتان القبور وهناك وهناك تلاحظون ان المضامين مضامين الايات والادعية انا ما قرات عليكم اي دعاء قرات عليكم دعاء ابي حمزه الثمالي هذا الدعاء قطعا ورد عن امامنا السجاد واقرا عليكم من الصحيفه السجاديه الكامله التي كتبها السجاد بيده الشريفه وقرات عليكم قرانهم وتلاحظون ان المضامين واحده هناك ما بعد الموت في ثقافة العترة شيء عظيم جدا لا كما يحدثنا هؤلاء الخطباء السفهاء هؤلاء الحمير إنهم حمير بشري يلبسون العمائم ويضحكون علينا من مراجعهم الى الى خطبائهم حقائق هذا الدين داسوها بارجلهم المشكله هم لا يفقهونها المشكله هنا المشكله الان اذا ارادوا ان يتحدثوا عنها لا يستطيعون ان يتحدثوا عنها مثلما نقول في التعابير الشعبية العراقية عقب ما شاب والدول الكتاب لا يستطيعون أن يفقهوا هذه الحقائق ولا يستطيعون أن يتحدثوا عنها ولذا مشكلتي معهم معقدة ومشكلتهم معي معقدة هذه هي الحقيقة. لانهم حتى لو حاولوا ان يتمسكوا بهذا المنهج الذي يطرح عبر هذه الشاشه لا يستطيعون ذلك لا يفقهونه وحتى لو فقهوه لا يستطيعون ذلك لا يفقهونه وحتى لو فقهوه فانهم لا يتمكنون من أن يتحدثوا عن تفاصيله سيتعلمونه بشكل إجمالي مثلما قلت لكم عقب ما شاب ودول الكتاب قد ينفع ال أدب الأطفال في صغره قد ينفع الأدب الأطفال في صغره ولا ينفع بعد الكبرة الأدب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب لشاعر عباسي من شعراء الحكمه والفلسفه انه صالح ابن عبد القدوس من شعراء العصر العباسي على اي حال وملك الموت واعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور أقرأ عليكم رواية من مختصر البصائر المصدر الذي قرأت عليكم منه مرات ومرات في الحلقات المتقدمة الطبعة هي الطبعة والمصدر هو المصدر في الصفحة الخامسة والتسعين انه الحديث الرابع والستون بسنده عن ابي حمزه الثمالي عن امامنا الباقري صلوات الله عليه يقول: كان امير المؤمنين صلوات وسلام يترى على سيد الاوصياء كان امير المؤمنين يقول: اعرني سمعك ايها الشيعي ايتها الشيعيه اعيروني سمعكم الامير هكذا يقول من اراد ان يقاتل شيعه الدجال في زمانه الدجال قطعا ليس في زمانه انه يتحدث عن الدجال في اخر الزمان لكن الامير هكذا يقول من اراد ان يقاتل شيعه الدجال سيقاتلهم في الرجعه فاذا اراد ان يكون مقاتلا لشيعه الدجال في عصر الرجعه فماذا يفعل فليقاتل من فليقاتل الباكي على دم عثمان والباكيه على اهل النهروان الباكون على دم عثمان هم اصحاب الجمل واصحاب صفين اكانوا صادقين كاذبين في بكائهم هم هؤلاء الباكون على دم عثمان اصحاب الجمل واصحاب صفين واهل النهروان معروفون انهم الخوارج الانجاس الارجاس الا لعنه الله عليهم من اولهم الى اخرهم الامير يقول من اراد ان يقاتل شيعه الدجال متى سيكون القتال مع شيعة الدجال انه في زمان الحجة ابن الحسن وفي زمان الرجعة العظيمة الدجال الأكبر هو ابليس ابليس الأبالسة والذي سيقتل في الدولة العلوية الكبرى والدجال الذي سيقتل في العصر القائمي ستكون له رجعة لأنه من الذين والدجال الذي والدجال الذي سيقتل في العصر القائمي الأول ستكون له رجعة في مرحلة الرجعة العظيمة لأنه ممن محض الكفر ومن محض الكفر لابد أن يعود راجعا في عصر الرجعة العظيمة الأمير يقول من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل يتحدث عن زمانه فليقاتل الباكيه على دم عثمان والباكيه على اهل النهروان ان من لقي الله عز وجل مؤمنا بان عثمان قتل مظلوما لقي الله ساخطا عليه. ان من لقى الله ان من لقي الله ان من لقى الله عز وجل مؤمنا بان عثمان قتل مظلوما لقى الله ساخطا عليه وماذا يكون لقى الله ساخطا عليه ويدرك ماذا يدرك ويدرك ماذا يدرك ويدرك الدجال سيكون مدركا للدجال فقال رجل يا امير المؤمنين فإن مات قبل ذلك قال: فيبعث من قبره حتى يؤمن به وإن رغم أنفه وإن رغم أنفه رغم أنفه سيعود راجعا في الرجعة من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكي على دم عثمان والباكي على أهل النهروان إن من لقى الله عز وجل مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما لقى الله ساخطا عليه وماذا بعد ويدرك ماذا يدرك انه يدرك الدجال فقال رجل يا امير المؤمنين فان مات قبل ذلك يعني قبل ان يدرك الدجال قال فيبعث من قبره حتى يؤمن به وان رغم انفه رغم أنفه لابد أن يعود في الرجعة لأن هذا ممن محض الكفر محضا الذي محض الكفر محضا لا يكون الأمر بإختياره لابد أن يعود إلي الرجعة لكن هناك في الرجعة مساحة لقانون البدء يبقى الأمر راجعا إلى الإنسان نفسه في رواياتنا من أن المؤمنين من أشياع الحجة ابن الحسن في ظهور الإمام ممن محضوا الإيمان يخيرون في الرجوع البعض منهم لا يختار الرجعه هو مخير البعض منهم لا يختار الرجعه الروايات هكذا تقول فانه يسال اموت بعد الرجعه يقال له نعم فيقول ذروني اتركوني ذروني في عالم البرزخ اتركوني في هذا العالم لن اعود الى الدنيا قطعا هذا لا ينبئ عن علو منزله وعن علو درجه لهذا الذي لا يختار الرجعة والعودة لنصرة إمام زمانه. سيكون محروما من التوفيق العظيم الذي سيناله أولئك الراجعون لنصرة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. ماحضو الكفر ليس لهم من خيار ما حضوء الإيمان وما حضو الإيمان على درجات ما حضوء الكفر أيضاً على درجات لكن ليس لهم خيار لا بد أن يعودوا ما حضوء الإيمان عندهم خيار أن لا يعودوا لكن النسبة الأعظم سيعودون في الرجعة قليل اولئك الذين سيحرمون من عظمه التوفيق في نصره الحجه ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه كل هذه الحقائق تخبرنا ان بعد الموت هناك مساحه واسعه هي اوسع من الدنيا هي اوسع من المساحات التي كانت في الدنيا ربما اكثر الناس لا يتمتعون بذلك فان اكثر الموتى نيام ينامون انما ينتبهون عند القيامه عند القيامه الكبرى لكن الذين لا ينامون هناك منعمون في الجنان هناك معذبون في النيران في جنان البرزخ وهي جنان عظيمه وفي نيران البرزخ وهي نيران عظيمه تحدث القران عنها بعض اوصاف الجنان في القران هي عن جنان البرزخ وليس عن جنان القيامه هناك اوصاف للجنان في القران لجنان البرزخ وهناك اوصاف في القران للجنان لجنان القيامه وكذا الحديث عن النيران. وهناك من قبورهم جنانيه وهناك من قبورهم نيرانيه، عالم البرزخ عالم وسيع. وهناك وهناك هناك الكثير من الاسرار التي حدثنا عنها القران وادركناها من خلال تفسيرهم لقرانهم صلوات الله عليهم هذا هو السر في اشتراط رسول الله في بيعه الغدير ان ناخذ تفسير القران من علي وال علي فقط وفقط وفقط وهذا هو سر خيبه مراجع النجف لانهم تركوا تفسير علي وال علي وذهبوا في ضلالهم الى تفاسير النواصب او فسروا القران بحسب ارائهم السخيفه الخرقاء اتحدث عن اراء المراجع انفسهم فسروا القرآن بارائهم السخيفه السفيهه الخرقاء هذا هو الموجود في تفاسير مراجع النجف منذ الطوس والى يومنا هذا ومن هذه المزبله يأخذ الخطباء ويلقون بقيئهم القذر على رؤوسكم هنيئا لكم هنيئا لكم يا شيعة المراجع بقذارات مراجعكم وقذارات خطبائكم هنيئا مريئا تمتعوا بها هذا مو اكلكم هذا الذي يقدم عبر شاشه القمر هذا مو اكلكم هذا طعام لاشياع الحجه ابن الحسن فقط وفقط نذهب الى فاصل جالت باوطان صارت بالخيام وتسكن الوار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر لان الاهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة الحرم بخيام ويوم خيام دهمنا على عجل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن سأكمل لكم الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي زهرائيون: نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي، أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله،